الكرام، طاب يومكم وأهلا بكم. هذه نشرتنا الجوية للملاحة والصيد البحري اليوم الأربعاء 29 أبريل 2015. تتمثل الحالة الجوية السائدة لهذا اليوم في منخفض الضغط الجوي على الجنوب الجزائري، يتجه نحو الشرق ويسير تيار قوي نسبيا على خليج قابس ومعتدل فضعيف ببقية المناطق. أما السماء صباحا فكانت كثيفة السحب بشمال تونس ثم صافية إلى قليلة السحب على كافة سواحلنا. بالنسبة لما بعد الظهر إن شاء الله، سحب عابرة على أغلب مجالاتنا البحرية. بشمال تونس ريح شمالية غربية تتجه إلى شمالية شرقية من 10 إلى 20 عقدة والبحر قليل الاضطراب. في شرق تونس ريح شمالية غربية تتجه إلى جنوبية شرقية من 15 إلى 20 عقدة والبحر مضطرب فقليل الاضطراب. وبخليج قابس ريح شرقية شمالية شرقية من 15 إلى 25 عقدة والبحر يكون مضطرب. أما الرؤية فتتراوح من 3 أميال إلى 8. هذه الليلة إن شاء الله يتواصل الوضع الجوي في استقرار. بشمال تونس ريح شرقية جنوبية شرقية ثم تتجه إلى غربية شمالية غربية تكون بين 10 و20 عقدة وتتقوى تصل إلى 15-20 عقدة. البحر قليل الاضطراب فمضطرب. بشرق تونس ريح جنوبية شرقية تتجه إلى شمالية غربية من 10 إلى 20 عقدة والبحر قليل الاضطراب. وبخليج قابس ريح جنوبية شرقية شمالية شرقية من 15 إلى 25 عقدة والبحر يتواصل مضطرب. أما الرؤية فتنخفض ليلاً من 8 أميال إلى 3. يوم الغد إن شاء الله طقس قليل السحب مع ريح من القطاع الشمالي. بشمال تونس ريح شمالية غربية من 10 إلى 20 عقدة والبحر قليل الاضطراب. وبخليج الحمامات ريح شمالية شمالية شرقية من 10 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب والرؤية تتراوح من 4 أميال إلى 8. بمنطقة الشابة ريح شمالية شرقية من 15 إلى 20 عقدة والبحر متموج. أما بخليج قابس ريح شمالية شرقية من 20 إلى 25 عقدة والبحر مضطرب. الرؤية تتراوح من 2 إلى 7. نمر لحركتي المد والجزر. بميناء إصفاقس 56 سنتيمتر على الساعة 8 ليلا وثلاثة دقائق، ومتر 33 سنتيمتر على الساعة 1 بعد منتصف الليل و57 دقيقة. بميناء قابس 66 سنتيمتر على الساعة 8 ليلا و50 دقيقة، ومتر 61 سنتيمتر على الساعة 2 بعد منتصف الليل ودقيقتين. بميناء جرشيس 36 سنتيمتر على الساعة 8 ليلا و7 دقائق، و75 سنتيمتر على الساعة 2 صباحا و9 دقائق. لمزيد من الإرشادات يمكنكم الاتصال بالموزع الصوتي، زيارة موقع الويب أو بعث إرسالات قصيرة. شكرا على حسن اهتمامكم وإلى اللقاء.